بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله رح نبدأ مع بعضنا في منهج اللي هو جغرافية العالم بالصف التاسع من التعليم الأساسي. نتكلم على جغرافية العالم بقاراتها. طبعا في المنهج المقلص اللي هو يتكون من أربع قارات إن شاء الله. أول ما نبدأ من هذه القارات هي قارة أفريقيا اللي هي كموقع وكخصائص خاصات بقارة أفريقيا، وممكن ناخذ حتى مظاهر السطح. فنجو نحن لموقع قارة أفريقيا كموقع فلكي وموقع جغرافي. الموقع اللي هو مقصود به الموقع الفلكي اللي هو تحديد المناطق ما بين خط طول ودائرة عرض. نحدد هذا كمصطلح فلكي، يعني نحدد الموقع كخط طول ودائرة عرض، نحدد به الموقع اللي هو الفلكي لأي منطقة على سطح الأرض. والموقع الفلكي اللي هو عبارة عن خطوط وهمية ملهاش أساس في على سطح الأرض، ولكن هن يحددلنا المواقع. عندنا الموقع اللي هو الفلكي لقارة أفريقيا، تقع القارة ما بين دائرتي عرض اللي هي حوالي 37 درجة شمالا إلى حوالي 35 درجة جنوبا. اللي هي الموقع الفلكي نحددها اللي هو نحدد القارة فلكيا، والمقصود قلنا هنا بها فلكيا هو ما بين دوائر عرض وخطوط الطول. عندنا قلنا ما بين دائرتي عرض اللي هي 37 درجة شمالا، والمقصود بكلمة شمالا شمال خط الاستواء، وحوالي 35 درجة جنوبا اللي هو جنوب خط الاستواء. وكذلك القارة تقع ما بين اللي هو خطي طول اللي هو 17 درجة غربا، والمقصود هنا بالغربا غرب خط غرينتش، وحوالي 51 درجة شرقا اللي هو شرق خط غرينتش. هنا حددنا نحن ما بين الخط الأساسي أو الدائرة الأساسية اللي هو خط الاستواء اللي يقسم قارة أفريقيا إلى قسمين شمالي وجنوبي، وما بين خط غرينتش اللي هو يقع في غرب القارة حوالي اللي يحدها من الغرب اللي هو حوالي 17 درجة غربا، المقصود من الغرب من غرب خط غرينتش، وحوالي إلى 51 درجة شرقا هو شرق خط غرينتش. هذا بالنسبة للموقع اللي هو الفلكي. فالموقع الفلكي للقارة تقع القارة ما بين دائرتي عرض 37 درجة شمالا إلى 35 درجة جنوبا، والمقصود بالشمال والجنوب هنا شمال خط الاستواء وجنوب خط الاستواء. أما بالنسبة لخطوط الطول تقع القارة ما بين خطي الطول اللي هو 17 درجة اللي هو هنا غربا، 17 درجة غربا إلى حوالي 51 درجة شرقا. هذا بالنسبة للموقع الفلكي. أما بالنسبة اللي هو الحدود أو الموقع الجغرافي اللي هو الموجودة بقارة أفريقيا، إنه هو يحدها من الشمال اللي هو البحر المتوسط، يحدها من الشمال البحر المتوسط علشان يفصلها عن قارة أوروبا. يبقى هنا نحن عندنا البحر المتوسط يقع اللي هو يحد القارة من الشمال وفصلها عن قارة أوروبا. كذلك عندنا هنا المسافة اللي ما بين قارة أوروبا وقارة أفريقيا اللي هي أقرب مسافة بين اللي هو مضيق جبل طارق، مضيق جبل طارق في الركن اللي هو الغربي من قارة أفريقيا. كذلك عندنا جهة الغربية من قارة أفريقيا اللي هو المحيط الأطلسي، فصلها عن شنو؟ فصلها عن الأمريكتين، فصلها عن الأمريكتين. أما من الشرق عندنا المحيط اللي هو الهندي والبحر الأحمر، فصلها عن قارة هي آسيا أو في الركن الشرقي من قارة أفريقيا. الجنوب طبعا انطلاق اللي هو المحيطين اللي هو المحيط الأطلسي مع المحيط الهندي، المحيط الأطلسي مع المحيط الهندي. فنشوفوا نحن هنا اللي هو مساحة القارة إجمالي مساحتها كلها بما فيها مجموعة الجزر اللي هي تحيط بها هي حوالي 31 مليون كيلومتر مربع. يبقى عندنا هنا كموقع كموقع فلكي، كموقع جغرافي، وكمساحة للقارة. القارة تقع ما بين قلنا دائرتي عرض من 37 درجة شمالا إلى 35 درجة جنوبا، من شمالا وجنوبا من خط الاستواء. عندنا بين خطي طول 17 درجة غربا إلى 51 درجة شرقا، غربا وشرقا من خط غرينتش. الحدود أو الموقع الجغرافي اللي هو من الشمال يحدها المتوسط أو البحر المتوسط، فصلها على قارة أوروبا. المسافة اللي ما بين أوروبا وأفريقيا اللي هي أقرب مسافة لها اللي هو مضيق جبل طارق، قرب المسافة بينهم. عندنا من الغرب يحدها المحيط الأطلسي، من
طبعا انفصالها المحيط الأطلسي انفصالها عليه الأمريكتين، عندنا من الشرق اللي هو المحيط الهندي والبحر الأحمر، أما من الجنوب عبارة عن تلاقي اللي هو محيطين اللي هو المحيط الأطلسي مع المحيط الهندي، الأطلسي في الغرب والهندي في الشرق. مساحة القارة لنا بما فيها الجزر حوالي 31 مليون كيلومتر مربع. نجو هنا كتوضيح أكثر، عندنا لأن القارة تقع، ميزة قارة أفريقيا أن تقع في قلب العالم، قلنا موقع الفلك نتاعها قلنا من 37 درجة، من 37 درجة هنا عندنا كحد، هنا هذا الحد نتاعها 37 درجة شمالا، إلى عندنا الحد هنا اللي هو 35 درجة جنوبا، ماشي قال لك شمالا وجنوبا من شنو؟ من خط الاستواء. يبقى ميزه قاره افريقيا، كل قاره من قارات العالم عندها ميزه او خصائص خاصه بها. ميزه افريقيا باش تميز ان خط الاستواء، هنا القيمه نتاعها صفر، هنا خط الاستواء، الميزه نتاعنا هو قسمها الى قسمين. كيف عرفنا انه قسمنا قسمين؟ يعني عندنا من صفر الى 37 درجة شمالا ومن 0 إلى 35 درجة جنوبا، أعطاها أن هي القارة الوحيدة اللي يمر بها خط الاستواء، أو يقسمها، أو عفوا مش يمر بها، يقسمها إلى قسمين شمالي وجنوبي. فنشوفوا نحن من حيث المناطق، مثلا نشوف إن شاء الله في الأقاليم من حيث المناطق الحرارية أن نفس اللي في الأقاليم اللي في الشمال نفس في الجنوب. كيف عرفنا نفس بعضها؟ إن هي ما بين من 0 إلى 37 شمالا ومن 0 إلى 35 جنوبا، أعطتها نفس الخصائص، وهذه ميزة تتميز بها قارة أفريقيا. نشوف لك موقع اللي هو جغرافي، عندنا من الشمال عندنا هنا البحر المتوسط أو الجزئية هذه اللي هو البحر المتوسط، فصلها على قارة أوروبا، ولكن أوروبا وأفريقيا قريبة من بعضها عن طريق اللي هو مضيق جبل طارق. عندنا من الغرب يحدها المحيط الأطلسي، هنا عندنا نحن المحيط الأطلسي يقع غرب قارة أفريقيا، وعليش فصلها؟ فصلها عن الأمريكتين، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. راح نجي نحن المنطقة الشرقية، المنطقة الشرقية عندنا هنا البحر الأحمر يعتبر من 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 فواصل هي فصلت قارة أفريقيا عن قارة آسيا، ولكن ما هيش مفصولة بالكامل، لأن عندنا منطقة هنا اللي هي منطقة السويس وصلت ما بين قارة أفريقيا وما بين قارة آسيا، ولكن البحر الأحمر هنا فاصل يعتبر أنه هو مسطح مائي فصل. وعندنا برضو المحيط اللي هو الهندي يقع في شرق القارة، أما جنوب القارة فقال لك تلاقي اثنين، تلاقي المحيط الأطلسي من الغرب وتلاقي المحيط الهندي من الشرق، وأصبح هو الحد اللي هو الجنوبي للقارة. هذا بالنسبة للموقع اللي هو الفلكي والموقع الجغرافي. مساحة القارة بما فيها مجموعة الجزر اللي هي منتشرة في القارة، اللي هي على شمال القارة وعلى غربها وشرقها، مساحتها إجمالية كلها حوالي 31 مليون كيلومتر مربع. نجي نحكي أهم الخصائص اللي هي قارة أفريقيا. لكل قارة من قارات العالم عندها خاصية خاصة بها تختلف بها عن بقية القارات. فشوفوا نحن أفريقيا طلعنا منها نحن خاصية وهي من أشهر خصائصها، وهو مرور خط الاستواء بها، مرور بها مدارين مهمات اللي هو مدار السرطان ومدار الجدي. طالما هي القارة أصلا من صفر هو خط الاستواء إلى 37 درجة في الشمال، يبقى عندنا اللي هو درجة عرض اللي هي 23 درجة ونص اللي هو مدار السرطان. وعندنا نحن من 0 إلى 35 درجة جنوبا يبقى يمر بها 23 درجة ونص جنوبا، هو جنوب خط الاستواء اللي هو مدار الجدي. يبقى هذه ميزة من مزايا قارة أفريقيا، وقارة أفريقيا الوحيدة اللي تفرد بأنها مر بها المناطق الحرارية الرئيسية الثلاثة اللي هو خط الاستواء قيمته 0، 23 درجة ونص شمالا هو مدار السرطان، 23 درجة ونص جنوبا هو جنوب خط الاستواء هو مدار الجدي، عطاها ميزة. برضو افريقيا عندها مزايا تختلف بها عن قارة افريقيا. اول شيء ان قارة افريقيا كميزة انها تقع في قلب العالم، تقع في وسط او يسموه فيه احنا العالم القديم، اللي هو في قلب العالم القديم اللي هي وسط العالم. ماشي، قال لك من اشهر مزاياها، ولكن الميزة هذه ميزة اللي هي يسموها ميزة جيولوجية للقارة، اللي هي أن القارة عبارة عن هضبة عالية، عبارة عن هضبة عالية، مقصود بها أن هي عالية عن شنو؟ عالية عن سطح البحر، ميزتها أن هي مرتفعة عن سطح البحر، أعلى من مستوى سطح البحر. هذه من أشهر مزايا قارة أفريقيا، والقارة الوحيدة اللي تميز فيها عن بقية قارات العالم الثانية. عندنا ميزة أخرى للمزايا قارة أفريقيا أن جميع الحواف الجبلية قريبة من الساحل.
ميزتها ان هي الجبال نتاعها قريبه من الساحل، شنو عملتها؟ قالت لم تترك سوى سهول ساحليه ضيقه، والسهول الان تتوسع، تتوسع عند دلتا الانهار. قاره افريقيا تتميز بوجود اعداد كبيره من الانهار، هذه الانهار كونتنا سهول فيضيه في نهايه المصب نتاعها، او احنا سميناه اللي هو الدلتا، والدلتا هي نهايه مصب النهر. فهنا شعرت قالت ان المرتفعات قريبه من الساحل، جبالها قريبه من الساحل، اعطتها سهل ساحلي ضيق، اعطتها سهل ساحلي ضيق ان تتوسع سهل ساحلي عند دلتا الانهار، عند دلتا الانهار. ميزه اخرى لقاره افريقيا ان هي هي في الاصل هضبه، والهضبه شنو ميزتها؟ ان هي هضبه عاليه ومتسعه، هضبه عاليه ومتسعه. مش قالك في الهضبه هذه فيها مجموعه من الهضاب، من اشهر الهضاب اللي موجوده فيها عندنا الهضبه الاستوائيه اللي هي يوجد فيها منابع نهر النيل، عندنا هضبه اللي هي الهضبه الشماليه او هضبه شمال افريقيا، عندنا هضبه الحبشه، وعندنا هضبه اللي هي الجنوبيه. ان هي اصلا هضبه وفي داخلها اربع هضاب، هضبه في الشمال، هضبة في الشرق، هضبة في الوسط، وهضبة في الجنوب. أعطتها برضو هذه ميزة تميز بها قارة أفريقيا عن بقية القارات. مش عندنا نحن الهضبة اللي هي الاستوائية اللي هي أصلاً منابع نهر النيل، منابع نهر النيل. مش وعندنا برضو فيها مجموعة من المنخفضات، عندنا مثل منخفض الكونغو ويتميز بوجود نهر عظيم جداً هو نهر الكونغو، وعندنا بحيرة ثانية وهي بحيرة تشاد يقع كلهن في المنطقة الاستوائية. عندنا هنا قالك ميزة أخرى من مزايا قارة أفريقيا أو المقصود بها هنا هي بالأنهار، وهي كثرة الجنادل والشلالات. والجندل عبارة عن شنو؟ عبارة عن صخرة كبيرة جدا تقع في مجرى النهر. هذه الجنادل أو هذه الصخور الكبيرة امنعت حركة المواصلات البحرية اللي هي موجودة في الأنهار، فعاقت حركة الملاحة في هذه المناطق. عاقتها ليش؟ عاقتها لأن هي عبارة عن صخور كبيرة جدا عاقت مجرى النهر. برضو ميزة ثانية في أنهار أفريقيا كثرة الشلالات. معروفة أن عندنا نحن المنطقة الاستوائية تميز بأنهارها، ولات نفس الوقت تميز بالشلالات. يعني اللي عاقت حركة الأنهار في القارة هن كثرة الجنادل وكثرة هن الشلالات. فشوفوا هذا هنا الجندل، هذا هي عبارة عن الجنادل، هي عبارة عن صخور، والصخور هذه الحجم تاعها كبير، عاقت حركة السفن ان هي تعيق. ممكن السفن الصغيرة تستطيع ان هي تقوم بالملاحة داخل النهر، ولكن السفن هي الكبرى اللي معتمدين عليها مثلا في الاقتصاد مستحيل ان هي تدخل هذا الانهار لكثرة الجنادل. وعندنا اشهر جنادل في قارة افريقيا ويسمون الجنادل الستة اللي هي موجودة في نهر النيل. هذه المنطقة اللي هي تقريبا من اسوان الى الخرطوم، هذه المنطقة عاقتها هذه الجنادل بشكل كبير جدا، واصبحت من المناطق اللي هي الركوض في الملاحة النهرية في هذه المنطقة، لان سببت لنا اللي هي وجود مشكلة كبيرة وهي هذه الجنادل. عندنا برضو اللي هي ميزة ثانية من مزايا قارة أفريقيا، وهذه من أشهر مزاياها، قالك ارتفاع شرق القارة وجنوبها عن هو غربها وشمالها. نحن قلنا هي أصلا هضبة، أفريقيا أصلا هضبة، والهضبة اللي باش تميز إن هي عالية. مش الهضبة شنو فيها؟ فيها مجموعة من الهضاب. عندنا هضبة شمالية اللي تميز بالانخفاض، وإن شاء الله راح نجوها فيه، اللي هي مظاهر السطح. وعندنا في الركن اللي هو الشرقي أعلى الهضاب وهي هضبة الحبشة. عندنا في وسط هضبة الاستوائية وتميز أنها هي هضبة مرتفعة، وعندنا في الجنوب برضو هضبة جنوبية وتميز أنها هي مرتفعة. فقال لك إن الركن اللي هو الشرقي، الركن الشرقي والركن الجنوبي، يعني عندنا هضبة الحبشة والهضبة الاستوائية هذين يقعان في شرق القارة وفي وسطها، وعندنا في الجنوب هضبة جنوبية عالية، يعني ثلاث هضاب عاليات أعلى بشكل هذا أعلى من الركن اللي هو الغربي والشمالي. إن شاء الله راح نجي نخطو ارتفاعاً في مظاهر السطح. قالك هذه المنطقة اللي هي منطقة الشرقية والجنوبية قالك تميز بانخفاض درجة حرارتها وغزارة أمطارها. ليش؟ لأنها أصلاً منطقة مرتفعة، وهذه المناطق سواء كانت الشرقية أو الجنوبية أصلاً تطل على مسطحات مائية، تطل على المحيط الهندي في الشرق، وعندنا تطلع على المحيط الأطلسي في الغرب. أعطتها ميزة اللي هي وجود كميات هي كبيرة من الأمطار، وعطتها تكون فيه حياة نباتية. طالما توفرت عندنا حرارة وتوفرت عندنا أمطار، معناها هذه المنطقة تتميز بكثافة الغابات أو الحياة النباتية أكثر من منطقة اللي هي
المنطقة الغربية والشمالية. نقول الميزة السادسة في قارة أفريقيا إن هي القارة الوحيدة اللي تميز بوجود الصحاري المتسعة. والصحاري هنا عندنا نحن بصفة عامة في سطح الأرض نوعين من الصحاري، في صحراء حارة تقع في المناطق الحارة وفي صحاري باردة. فشوف نحن الصحاري الحارة اللي تميز به قارة أفريقيا باعتبار أن هي أصلا أفريقيا كلها تقع في منطقة حارة. كيف عرفنا أن أفريقيا تقع في منطقة حارة؟ من الموقع الفلكي نتاعها اللي هو من 37 درجة شمالا إلى 35 درجة جنوبا، يمر بها خط الاستواء قسمها إلى قسمين، يمر بها المدارين اللي هو السرطان في الشمال 23 درجة ونص ومدار الجدي 23 درجة ونص جنوبا. ماشي، كون عندنا هنا الصحاري، عندنا الصحراء الكبرى وهي أكبر صحاري العالم وهي الصحراء الكبرى تقع في شمال القارة، وعندنا صحراء ثانية تقع في ركن اللي هو الساحل أو الركن الجنوب الغربي وهي صحراء كالهاري. والسبب الرئيسي في تكوين الصحاري في قارة أفريقيا اللي هي أن الجبال اللي موجودة في قارة أفريقيا قريبة من الساحل، الجبال إن هذه المناطق تقع في ظل الجبل، الصحاري تكون كله في خلف الجبال، فالجبال منعت الرياح المحملة بخار الماء أنها تدخل داخل القارة، فتكونت عندنا في الشمال اللي هو الصحراء الكبرى وهي أكبر وأوسع صحراء حارة في العالم، وعندنا في الركن اللي هو في الساحل الجنوب الغربي وهي صحراء كالهاري. عندنا ميزة أخرى من مزايا قارة أفريقيا إن هي الساحل نتاعها قليل التعرج، ما هوش متعرج. ليش ما هوش متعرج؟ لأن هي قلنا في الأصل شنو قارة أفريقيا؟ هضبة عالية، في الأصل هي هضبة عالية، فعطتنا أن الساحل نتاعها قليل التعرج، مما أدى إلى قلة الموانئ الطبيعية. فشوفوا نحن الموانئ في قارة أفريقيا معظمها أو احتمالتهم كلها موانئ صناعية، يعني الإنسان دخل في تكوينها. ولكن ليش نحن موانئ حاكمين صناعية؟ لأن الساحل نتاعنا قليل التعرج. لما يكون الساحل متعرج إن شاء الله لما نشوفوها في قارة آسيا وقارة أوروبا كونت لهم هنا الموانئ طبيعية. أما بالنسبة لأفريقيا ساحلها اللي هو قليل التعرج، السبب الرئيسي له هو ارتفاعها عن سطح البحر، أعطاها أن هي يكون الموانئ تاعها كلها عبارة عن أو قلة الموانئ الطبيعية أو الموانئ فيها كلها عبارة عن موانئ صناعية الإنسان تأخر في تكوينها. نقول احنا هناهي لأهم ميزة تميز بها قارة أفريقيا عن بقية قارات العالم، إن خط الاستواء قسمها إلى قسمين شمالي وجنوبي، إن خط الاستواء القارة الوحيدة اللي قسمها هو أعطاها ركن شمالي وأعطاها ركن جنوبي. وكيف عرفنا؟ إن من 37 درجة اللي هو موقعها الفلكي من 37 درجة في الشمال إلى 35 درجة في الجنوب. هذا بالنسبة للموقع الفلكي والموقع الجغرافي لقارة أفريقيا. فشو هنا عندنا اللي هي صحراء كالهاري اللي نحن تقع في الركن اللي هو جنوبي الغربي. فشوف نحن السبب الرئيسي في تكوينها إن هي تقع في وسط اللي هي المناطق أو تحط بها المناطق الجبلية. أنا عندنا اللي هي نهر النيجر من النهار اللي هي تميز به قارة أفريقيا، اللي هو من الأنهار الكبيرة وعنده دلتا برضو. فنشوفوا نحن الأنهار في قارة أفريقيا، نرجع النقطة أن الركن الشرقي وجنوبي أعلى من الركن اللي هو الشمالي والغربي. فنشوفوا نحن معظم أنهار أفريقيا المصب متاحن، لكل نهر عنده منبع وعنده مصب، أن الأنهار بتاعها أغلبها يصبها في المنطقة الغربية. ليش؟ لأن المنطقة الغربية أقل ارتفاعاً من المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية، ويعتبر نهر النيجر من الأنهار اللي هي العظيمة في قارة أفريقيا، وكذلك نهر النيل هو يعتبر هو أطول أنهار العالم، خاصة لما أضيفت لبحيرة اسمها بحيرة كجيرة، أضيفت لهذه النهر فأصبح هو أطول أنهار العالم. هذا بالنسبة للموقع اللي هو الفلكي والموقع الجغرافي وأهم خصائص ومميزات قارة أفريقيا. نجو إن شاء الله تولي هو درسنا الثاني اللي هو تضاريس قارة أفريقيا. برضو لكل قارة من قارات العالم عندها تضاريس خاصة بها أو كاريزما نحن نقول خاصة بها. فجن حال تضاريس قارة أفريقيا. تضاريس قارة أفريقيا أول شيء إحنا عرفنا في الموقع أو من خصائصها إن هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن هضبة عالية. راح نشوف نحن خصائص الهضبة العالية هذه شنو فيها داخلها شنو فيها. فنشوف أول حاجة قالت إن يغلب على القارة أو تكوينها الجيومورفولوجي أو الجيولوجي إن هو تكوينها هضبي. الهضبة هذه شنو في داخلها؟ مجموعة من الهضاب، مجموعة من الهضاب. فنشوف الأول هذه الهضاب اللي هي الهضبة الشمالية. نحن خذينا من مزايا أفريقيا إن الركن الشرقي وجنوبي أعلى من الركن اللي هو
الشمالي والغربي. فنشوف الارتفاعات هنا، عندنا الهضبة الشمالية تقع في شمال القارة، هذه الهضبة تتميز بالاتساع، هضبة واسعة أوكي وقليل الارتفاع، يصل ارتفاعها إلى حوالي 700 متر. شوف هذا ارتفاع بشرجول لموقعنا أو الميزة اللي تميزت فيها أفريقيا، إن الركن الشرقي والجنوبي أعلى من المنطقة اللي هي الشمالية والغربية. فالمنطقة الشمالية ارتفاعها قال لك يصل إلى حوالي 700 متر فوق مستوى سطح البحر. هي أصلاً طبيعة هضبة عالية، عندنا هذا أول ارتفاع اللي هو 700 متر، هي الهضبة الشمالية. قال لك هذه الهضبة عظيمة الاتساع تمتد من المحيط الأطلسي غرباً، من غرب القارة من المحيط الأطلسي غرباً إلى البحر الأحمر شرقاً، مساحتها كبيرة جداً، تقع في شمال القارة، ارتفاعها 700 متر، تمتد من المحيط الأطلسي غرباً إلى البحر الأحمر شرقاً، تشمل معظم اللي هي الصحراء الكبرى. كذلك فيها مجموعة من الجبال، ومعظم هذه الجبال عبارة عن جبال قديمة أو تكونت من تكوين الخليقة، أو إن هي جبال الأولى نحن نقول عليهم، اللي هي من أشهرها اللي هي جبال تيبستي ودارفور والهجار والتسيلي، طبعا منتشرات في الصحراء الكبرى أو منتشرات في الهضبة اللي هي الشمالية اللي هي تتميز ارتفاعها 700 متر. كذلك عندنا مجموعة من المنخفضات، يعني فيها جبال، هي منطقة صحراوية أول شيء في الصحراء الكبرى، يعني حاجة في مجموعة من الجبال منتشرة فيها، وهذه الجبال عبارة عن جبال قديمة أوكي. فيها ميزة ثانية اللي هي فيها مجموعة من المنخفضات، عندنا منخفض فزان، منخفض الكفرة، ومنخفض شطة الجريد في هذه الهضبة، يعني هي هضبة في الشمال متسعة وقليلة الارتفاع. هذين مزايا الهضبة، يعني نتكلم عن الهضبة الشمالية، مزاياها ان هي اول ميزة هي قليلة وهي ان هي متسعة وقليلة الارتفاع، وارتفاعها 700 متر، امتدادها من الغرب يحدها الأطلسي، من الشرق يحدها البحر الأحمر. فيها مجموعة من المظاهر، أشهر مظاهرها اللي هو الصحراء الكبرى اللي هي واخذتها كلها، مساحتها كلها صحراء كبرى. شنو فيها ثاني؟ فيها اللي هي مجموعة من الجبال، أشهرها تبستي ودورفور والهجار والتسيلي. فيها مجموعة من المنخفضات مثل منخفض فزان ومنخفض الكفرة ومنخفض شط الجريد، ويجري فيها نهر النيل ونهر النيجر. رغم أن هي منطقة صحراوية، ولكن هنا في تساؤل أن منطقة صحراوية ويجري فيها نهر، برضو من مزايا قارة أفريقيا أن نهر النيل هو أكبر وأطول أنهار العالم يمر بالصحراء الكبرى. كيف يمر؟ فنشوف نحن منابع نهر النيل وين موجودة، وشوف منطقة استوائية إن شاء الله نشوف شوي أخرى، اللي هي المنطقة الاستوائية اللي تتميز بغزارة أمطارها طول العام، أعطتها دافع أن نهر النيل يمر بالمنطقة الصحراوية ويصل إلى الشمال أو يصب في البحر المتوسط. فعندنا هنا اللي هي الهضبة أو الهضبة اللي هي الهضبة الشمالية. نشوف الهضبة الثانية وهي هضبة الحبشة. هضبة الحبشة راح نشوف نحن الارتفاع توا. عندنا في قلنا اللي هي ردوا الخاصية أو من خصائص أفريقيا أن الركن الشرقي والجنوبي أعلى من الركن اللي هو الشمالي والغربي. فشوف ارتفاع هنا هضبة الحبشة. أصلا هضبة الحبشة وين تقع؟ تقع في شرق القارة أوكي. ردوا الخاصية أن المنطقة الشرقية أعلى. فشوف هنا ارتفاعها 2700 متر. هنا عندنا ارتفاع 2700 متر في هضبة الحبشة اللي هي في الشرق، وعندنا ارتفاع 700 متر اللي هو في الشمال والركن الغربي. فهنا الارتفاع راح يكون فارق كبير جدا. الارتفاع هذا برضه عطاه ميزة ان نهر النيل ينبع او ان هو يتدفق الى منطقة او يمر بالصحراء الكبرى. راح نجون احنا هنا قال لك هضبة الحبشة تقع وقعها الجغرافي بالنسبة للقارة تقع في شرق القارة، يعني جزء كبير منها يطل على المحيط الهندي ماشي. يوجد بها اعلى قمم جبلية، وخاصة الجبال اسمها جبال كلمنجارو، هذه أعلى قمة جبلية في أفريقيا والموجودة أصلا في منطقة مرتفعة اللي هي هضبة الحبشة اللي ارتفاعها 2400 متر ماشي. كذلك قال لك ميزة فيها قمم جبال عالية وفيها أودية عميقة. الجبال العالية هذه والأودية العميقة أعطتها خاصية مناخية نباتية، بعدين إن شاء الله نشوف في النباتات إن منطقة هذه فيها نوعين من النباتات، نباتات اللي هي تميز نباتات معتدلة وفيها نباتات اللي هي مدارية. راح نشوف هنا قالك ينبع بها منها نهر النيل اللي هو النيل الأزرق، ينبع منها نهر النيل الأزرق اللي زود في نهر النيل حتى وصل نهر النيل إن هو يمر منطقة الصحراء الكبرى ويصب البحر المتوسط. فعندنا الهضبة الثانية هي هضبة الحبشة، موقعها تقع في شرق القارة، تميز بارتفاع كبير جدا، أعلى منطقة مرتفعة لارتفاعها 2400 متر، يوجد بها أعلى قمم جبال وخاصة جبال كلمنجارو، وعندنا فيها أودية عميقة أعطتها هذه الخاصية أنواع مختلفة من النباتات
عرضتنا عندنا هذه المنطقة ينبع منها نهر النيل اللي هو الأزرق اللي فيه بحيرة اسمها بحيرة تانا، برضو بحيرة تانا زودت نهر النيل أو من ضمن بحيرات نهر النيل اللي ساعدت نهر النيل إن هو يخترق الصحراء الكبرى ويصب في البحر المتوسط. أنا عندنا اللي هو مقحة أو أشهر مظاهر سطح فيها، عندنا اللي هو عندنا اللي هي الهضبة الشمالية، هنا الهضبة الشمالية أو الجزئية هذه كلها الهضبة الشمالية اللي باللون الأصفر كلها الهضبة الشمالية. شنو حطتها؟ إن عدد ارتفاعها كم ارتفاعها؟ 700 متر. 700 متر على سطح البحر، هذه ميزة من منطقة شمالية. هذه المنطقة يوجد بها ميزتها أن هي واسعة، أكثر منطقة متسعة، أقل ارتفاعاً، ارتفاعها 700 متر. عرضت هذه فيها مجموعة من المظاهر، أشهر مظاهر عندنا فيها اللي هي مجموعة من سلاسل جبلية، عندنا تبستي، وعندنا جبال اللي هي نفوسة في غرب ليبيا، عندنا جبال الحجار، عندنا جبال تسيلي، هذه مجموعة جبال موجودة فيها، عندنا برضو فيها اللي هي مجموعة من المنخفضات كمنخفض فزان ومنخفض اللي هو شط الجريد، عندنا يمر بها نهر النيل، هنا منابع نهر النيل، هنا من بحيرة تانا في منطقة هضبة الحبشة، وعندنا من المنطقة الاستوائية من بحيرة فكتوريا، أعطاه دافع أن هو يمر بالمنطقة الصحراوية، ومعروفة أن منطقة صحراوية في قارة أفريقيا الصحراء الكبرى أشد مناطق حرارية في العالم. عرض أن هي ولكن نهر النيل استطاع أن هو يخترق هذه الصحراء ويصل إلى البحر المتوسط من شنو؟ من هضبة الحبشة أو الهضبة الاستوائية. عندنا هضبة الحبشة تقع في شرق القارة، ارتفاعها من حوالي 2400 متر، هي أعلى منطقة، تميز بوجود قمم جبال عالية، وأشهر جبال اللي هو جبال كلمنجارو، عندنا فيها أودية عميقة جدا، عرضتها اختلاف في الحياة النباتية إن شاء الله نجوها شوية أخرى. عندنا اللي هي فيها بحيرة تانا اللي مر منها نهر أو ينبع منها نهر النيل الأزرق اللي هو راح يكون الرافد الأساسي لنهر النيل الرئيسي. هذا بالنسبة للهضبة اللي هي الحبشة. راح نزور الهضبة الاستوائية، تقع إحنا نردوا الخصائية أو من خصائص أفريقيا أن المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية، هذه المنطقة الشرقية كلها فيها هضبتين، هضبة الحبشة وهضبة الاستوائية، وعندنا هضبة جنوبية أعلى من شنو؟ من الشمال ومن الغرب. الشمال ارتفاعها 700 متر، عندنا هنا أعلى ارتفاع 2400 متر، عندنا قائل هي الاستوائية ارتفاعها حوالي 1500 متر على سطح البحر، تبقى برضو من الارتفاعات العالية. ماشي، عطتها ميزة هذه الهضبة أن هي أول شيء تقع في وسط القارة، ينبع منها نهر النيل بجميع روافده، عندنا أشهر رافد له اللي هو النيل الأزرق ومن بحيرة تانا، عندنا هنا بحيرة اسمها بحيرة فكتوريا، هذه البحيرة أعطتنا أن هي نهر النيل بكميات كبيرة جدا خاصة في فصل الصيف، لأن هذه المنطقة عالية أو تحصل على كميات كبيرة جدا من بخار الماء، سواء كان جايتنا من المحيط الهندي أو المحيط الأطلسي. راح نجي نحن لآخر هضبة وهي الهضبة الجنوبية، تقع في الركن الجنوبي للقارة، هذه الهضبة ارتفاعها 1000 متر. نشوف نحن الارتفاعات، عندنا 2400 وعندنا 1500 وعندنا 1000 متر، كلها مرتفعات عالية. فنشوف نحن اللي من أهم مزاياها نحن عندنا قارة أفريقيا أن الركن الشرقي والركن الجنوبي أعلى من الركن اللي هو الشمالي، أعلى من الركن اللي هو الشمالي والغربي اللي ارتفاعها 700 متر. هذه الهضبة اللي هو ارتفاعها 1000 متر فوق مسطح البحر تميز بوجود مجموعة من الأنهار، أشهر أنهارها عندنا نهر لامبوبي ونهر زامبيزي اللي صب في المحيط الهندي، ونهر الأورانج اللي صب في المحيط الأطلسي. عندنا إحنا فيها مجموعة من الأنهار، منها ما يصب في الشرق في المحيط الهندي، ومنها ما يصب في الغرب في المحيط الأطلسي. فهي هضبة تميز بارتفاعها 1000 متر فوق مسطح البحر، فيها مجموعة من الأنهار في منطقة شرقية، منها مثل نهر لامبوبو ونهر زامبيزي اللي صبان في المحيط الهندي، وعندنا نهر الأورانج اللي هو يصب في المحيط الأطلسي، برضو في الركن اللي هو الجنوب الغربي منها،
ركن الجنوب الغربي في هذه الهضبة فيها اللي هي الصحراء كالهاري، صحراء كالهاري. فقارة أفريقيا حقنا من مزاياها أو من خصائصها فيها نوعين من الصحاري، والاثنين صحاري حارة، صحراء الكبرى في الشمال وصحراء كالهاري في ركن الجنوب الغربي. فصحراء كالهاري تقع في الهضبة الاستوائية في ركن هو الجنوب الغربي من القارة. يبقى عندنا هذا بالنسبة لمجموعة الهضاب اللي هي تميز فيها قارة أفريقيا. فهنجيو هنا نردو على الهضبة الاستوائية، تقع في شرق القارة، متوسط ارتفاعها 1500 متر. هذه الهضبة فيها من أشهر جبالها هي جبال كلمنجارو، فيها بعض البحيرات، ومن أشهرها هي بحيرة فيكتوريا ينبع منها نهر النيل. وهذه البحيرة اللي تقع في منطقة استوائية أعطتها فرصة إن هي أو أعطت نهر النيل فرصة كبيرة جدا إن هو يخترق الصحراء الكبرى. الهضبة الجنوبية ارتفاعها 1000 متر عند دائرة عرض اللي هي 10 جنوبا، ارتفاعها 1000 متر. تميز هذه الهضبة بوجود هو جبال مثل جبال داركنزبيرج ونهر الزامبيزي ونهر الأمبوبو اللي يصب في المحيط الهندي ونهر الأورانج الذي يصب في المحيط الأطلسي. هذا بالنسبة لي هنا بعض الصور لمظاهر السطح في قارة أفريقيا، وخاصة في الهضبة اللي هي عندنا هنا الهضبة الشمالية، عندنا جبال اللي هي الحجار ومن عليها هي عبارة عن جبال قديمة يقع في الصحراء الكبرى أو في الهضبة الجنوبية. عندنا شط جديد عبارة عن بحيرة برضو يقع من ضمن الهضبة الشمالية. عندنا هنا اللي هنا احنا قلنا ميزه قاره افريقيا التميز بوجود الشلالات، وهذه الشلالات هي اللي عاقت حركه الملاحه. اوكي، ان هي منطقه انهار افريقيا اكثر منطقه تميز بوجود انهارها، ولكن انهارها مش تميز ان هي قليله الملاحه او ضعيفه في الملاحه النهريه. السبب ان احنا وجود الجنادل اللي شفناها شويه وبعدين في هنا شلالات لقيناها، ولكن الشلالات هنا عاقت حركه الملاحه، وهذه اشهر شلالات هي شلالات فيكتوريا في المنطقه الاستوائيه. نشوف لي المظهر الثاني لمظاهرها اللي هي الجبال. تقع قارة أفريقيا أو تميز بها وجود مجموعة كبيرة من الجبال، منها ما هي جبال قديمة مثل جبال تيلي ودارفور والحجار، هذين كلن عبارة عن جبال قديمة، وفي جبال تكونت في الزمن الرابع من عمر الأرض وهي في الحركة القلبية اللي تكونت فيها الأرض، فأعطتنا مجموعة من الجبال حسب فين جبال حديثة. من أشهر هذه الجبال هي جبال أطلس. موقعها بالنسبة للقارة عند أهم شيء إنك تعرف إن لكل جبال عندها موقع في القارة. الجبال هذه عطتنا اللي هي موقعها يفيدنا في حركة الرياح إن شاء الله في المناخ. أوكي، فنشوفوا نحن الجبال هنا. قال لك جبال أطلس تقع في الركن اللي هو الشمالي الغربي، موقعها مهم جدا إن موقعها تقع في الركن الشمالي من قارة أفريقيا. تنقسم هذه الجبال إلى قسمين، تنقسم إلى هذه الجبال إلى قسمين. أطلس منها أطلس البحرية تقع في الشمال، وأطلس اللي هي الصحراء تقع في معظمها في الصحراء الكبرى، فأطلقت عليها أطلس الصحراء. فهذه الجبال كونت سلسلتين، سلسلة في الشمال وسلسلة في الجنوب. بينهن هضبة، اسم هذه الهضبة اللي هي هضبة الشطوط. هذه الهضبة منحصرة ما بين اللي هي جبال أطلس البحرية وبين أطلس الصحراء. يعني هي جبال أطلس تكون من جزئين، أطلس اللي هي البحرية تطل على الساحل، وأطلس الصحراء داخلية. اوكي، هذه السلسلتين بينهن هضبه، اسم هذه الهضبه اللي هي هضبه الشطوط. طبعا هذه الجبال ينحدر منها مجموعه من الانهار، برضو مهم جدا نعرف ان احنا مصبات الانهار. ففي جبال اطلس في مجموعه من الانهار، عندنا انهار اللي هن منابعهن اطلس البحريه، منابعهن اطلس البحريه. ليش منابعهن اطلس البحريه؟ لان الاطلس البحريه هي اكثر امطارا من اطلس الصحراء. ففي هذه الجبال اللي هي هذه الانهار اللي هي منابعهن اطلس البحريه اللي هو سيبو وام الربيع، وين يصب هذين؟ يصب في المحيط الاطلسي، يصب في المحيط الاطلسي. عندنا برضو انهار ثانيه ولكن منابعهن اطلس البحريه، ولكن وين يصب؟ يصب في البحر المتوسط، اشهرها اللي هو ملويه ومجر دواشتي، فهذين من اشهر الانهار اللي هي تصب في البحر المتوسط. يبقى جبال اطلس موقعها الجغرافي تقع في الركن الجنوب الغربي من القاره، التميز ان هي مقسومه الى قسمين شمالي وجنوبي. الشماليه اللي هي اطلس البحريه، والجنوبيه هي اطلس الصحراء او اطلس الداخله.
بين الهضبة وهذه الهضبة اللي هي هضبة شطوط قليلة الارتفاع، وبرضه المزايا هضبة شطوط هي نوع التربة بتاعها تربة ملحية، وهذه منطقة غير صالحة أصلاً للزراعة. ولكن تميز أن الأطلس البحرية فيها اللي هي مجموعة من الأنهار تختلف في المصب، منابعها وحدة اللي هي أطلس البحرية، ولكن المصب بتاعها يختلف. عندنا سيبو وأم الربيع ينبع من أطلس البحرية، مصب هو محيط الأطلسي. عندنا ملوية ومجردة وسيف منابعهن أطلس البحرية ولكن صبهم في البحر المتوسط. هذا بالنسبة لجبال أطلس. جبال شرق القارة أو جبال البحر الأحمر الشرقية، يعني عندنا هنا تسميتين ممكن يجوا في الحالتين نفس الجبال، جبال شرق القارة أو جبال البحر الأحمر الغربية عفوا. عندنا هنا تمتد هذه السلسلة من الشمال إلى الجنوب، راح نجوا نقطة شوي بسردوا لها في جبال أطلس. امتداد الجبال مهم جدا، موقعها جغرافي في الركن اللي هو شمال الغربي، ولكن امتدادها من الغرب الى الشرق، امتدادها من الغرب الى الشرق. هنا جبال البحر الاحمر او جبال شرق القاره يمتد من الشمال الى الجنوب، يمتد من الشمال الى الجنوب على طول ساحل البحر الاحمر. تنحدر بشده نحو البحر انحدارها هذه الجبال بشده نحو البحر وتدريجيا نحو الداخل. يبقى ميزتها ان هي امتدادها من الشمال الى الجنوب، موقعها شرق القارة تبدأها من الشمال إلى الجنوب على طول الساحل البحر الأحمر، تنحدر بشدة نحو البحر، انحدارها مهم جدا نحو البحر تدريجيا نحو داخل القارة. تفرقها مجموعة من الأودية، ما قلناش أنهار قلنا أودية، فنفرق ما بين الوادي وما بين النهر، مجموعة من الأودية اللي هي موجودة في هذه الجبال قنا وعلاقي وطرفها، هذه من أشهر أنهارها، وهي تنحدر نحو الغرب وعربة وكريم نحو الشرق. هذه مجموعة الأودية اللي موجودة في جبال البحر الأحمر. فشوفوا هنا نحن في جبال أطلس قلنا أنهار، ولكن في جبال البحر الأحمر قلنا أودية، فاختلافها ناهي في ما بين النهر وما بين الوادي. يبقى عندنا جبال شرق القارة اتجاهها من الشمال إلى الجنوب، موقعها شرق القارة تنحدر بشدة نحو البحر تدريجيا نحو الداخل، فيها مجموعة من الأودية اللي هي منها ما ينحدر نحو الغرب ومنها ما ينحدر نحو الشرق. اللي ينحدر نحو الغرب اللي هن عندنا قنا وعلاقي وطرفة، واللي نحو الشرق اللي هو عربة وكريم. هذه مجموعة جبال أطلس اللي هي منحصرة بينهن اللي هي هضبة الشطوط اللي موجودة في الركن الجنوبي الغربي من القارة. عندنا هذه الأودية اللي موجودة في جبال شرق القارة أو جبال البحر الأحمر، هذا جبال اللي هو البحر الأحمر في شرق القارة. راح نجي نحن الجبال المنتشرة، جبال المنتشرة في وسط القارة. هذه الجبال، السلام عليكم، نلتقي بكم في حصة قادمة إن شاء الله. عندنا الجبال المنتشرة في وسط القارة، ويعتبر هذه الجبال معظمها جبال قديمة أو في تكوين اللي هو أو من جبال اللي هي تكوينات الخليقة. فنشوفها نحن على مجموعة الجبال اللي موجودة في منتشرة في وسط القارة، موقعها أغلبيتها خذيناها. عندنا جبال تبستي، وعندنا جبال اللي هو الحجار أو الهجار اللي هو يقع في الهضبة الشمالية، فيها مجموعة من الأودية وأشهرها وادي أغرغر اللي هو موجود في المنطقة اللي هو شمالي، هو عبارة عن وادي جاف في فترة من فترات اللي هو العمر الأرض أو في الحركات اللي صار للأرض أو الأزمنة اللي صار للأرض، إنه كانت كلها عبارة عن منطقة مطيرة، وتكون عندنا اللي هو وادي أغرغر اللي كان يصب في منطقة أو بحيرة شط الجليد. عندنا جبال دارفور برضو من الجبال المنتشرة يقع في وسط القارة. عندنا اللي هي هذه الجبال هي دارفور، ينحدر منها برضو أودية، وهذه أودية أصبحت جافة، هو هوروكورو وأزوم من أشهر الأودية الجافة اللي موجودة في قارة أفريقيا. عندنا مرتفعات هي كردفان تقع في شرق القارة، وخاصة في منطقة هضبة الحبشة اللي فيها أعلى قمة، وهي جبال النوبة في المنطقة الشرقية من القارة. وبهذا الكم نكون انهينا من أول جزئية في منهجنا اللي هو يتكلم عليه قارة أفريقيا، ونتمنى نتلاقى بكم الفقرة الجاية هي إن شاء الله وتمام ما تبقى من قارة أفريقيا.